السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، قل صلى الله على النبي يربح. أخواتي، اليوم بغيت نشارك معكم واحد لي بتي طارت معمرين، كيجيو ساهلين بأي حاجة موجودة في الدار، ممكن تعمرهم في آخر لحظة، وغادي نبقى معك إن شاء الله مع المقادير اللي غادي نحتاجو لهم. عندنا هاد لي فوندو طارت هادو، ممكن تشريهم جاهزين، ممكن تصايبيهم. عندنا غادي نحتاجو واحد الزليفه ديال البصله متقطقه، عندنا الفلفله كذلك مقطعه رقيقه صغيره، عندنا مطيشه ديال الدار مطحونه، عندنا شويه الفرماج باش نزينو، حبات ديال الزيتون، عندنا قزبر ومعدنوس متقطق. بالنسبه للتبزيره عندنا مليحه، ابزار وشويه ديال الكمون. اللي غادي نضيفو لهادي هو انا عندي شويه ديال الخليع ديال صدر الدجاج، ولا كان كيهمكم الامر باش تعرفوا الطريقه ديالو خليوها لي في صندوق الوصف ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو عليه. انا ها نتوما شوفوا راني وجدتو دائما كاين عندي، ها هو هذا الخليع ديال صدر الدجاج بالزيت البلديه، ها هو هذا دائما كتهزي منه وتعمري به داكشي اللي بغيتي. الا كان كيهمكم الامر قولوها ليا وانا غادي ندير لكم ان شاء الله واحد الفيديو على الطريقه ديالو، وصحي الزيت البلديه ما فيه لا شحمه لا والو، غير صدر ديال الدجاج. هنايا في المقله درت شويه ديال الزيت ديال الخليع اللي في صدر الدجاج، ودرت فيه البصله في المقله، وكنحرك حتى كنشم ريحه البصله مزيان تشحرات. من بعد غادي نزيد الفلفله بلا مقطعه، من بعد غادي نزيد المطيشة لصوص طوماط، غادي نزيد جميع المقادير كلهم، غادي نزيد الربيع، الربيع طق حتى هو راه كان في الكونجيلاتور، ومن بعد غادي نزيد التبزيرة المليحة والبزيرة، شوية الكمون وشوية بابريكا. سمحوا لي أنا نسيت ما قلتها لكم في المقادير، شوية ديال التحميرة، ونخلي كل شيء يطيب حتى توقف. ها انتم المقادير، زدت شويه ديال التحميره، شويه الكمون والملحه والبزار. الخضره ديالنا بعد ما طابت حتى كتوقف، كنزيدو من بعد داك الخليع ديال صدر ديال الدجاج اللي قلت لكم مقطع طريفات صغار، وكنخليوها تشحر حتى كتوقف مزيان وكتنشف، وكنطفيو عليها ونخليوها تبرد، ونتلاقاو ان شاء الله باش نعمرو دوك لي طارتوريت ديالنا. من بعد ما عمرناهم بالحشوه اخواتي، كنديرو فوق منهم شويه الفرماج محكوك، وكنزوقوه بواحد الزيتونه محيد لها العظم، وكنديروه في الفران، وكنقابلو راه كلشي طايب اون فوا غير يذوب الفرماج، وكنحيدو بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي. Thank you.